مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. لم يقابل تقصير المجتمع في حقه وظلمه له بالتقصير في حق الوطن، بل كان ككل الرجال الأوفياء سباقا لتقديم أدلة الصدق وتأدية واجبات المحبة، وعلى تخوم البلاد التي نشأ فيها وترعرع وقف ثابتا واضح الصدق شديد البأس، حتى كان له مع الخلود موعد لم يخلف. لكن هذه ليست كل الحكاية ولا نهايتها، فالشهيد علي صالح العوكزي ترك أسرة لا يكفيها أن تنسب إلى شهيد، وهي محرومة من احتياجات البشر. حكاية أسرة الشهيد علي صالح العوكزي يرويها هذا الفيلم. في 8 أغسطس يحتفي أبناء مدينة الضالع بذكرى التحرير الأولى لمحافظتهم ونجاحهم في طرد ميليشيا الحوثي والمخلوع الإنقلابية، ولا تزال الضالع تخوض معارك استكمال التحرير في أكثر من جبهة بعد تسلل خلايا الميليشيا إلى بعض المناطق. أكثر من 1200 شهيد وأزيد من 1500 جريح خسرتهم الضالع في حرب استرداد الدولة والدفاع عن الشرعية، وسطرت الصدرين مع غيرها من جبهات قعطبة أقوى ملاحم البطولة والفداء دفاعا عن الجمهورية. كانت منطقة الصدرين وأبنائها هي السباقة في صناعة هذا الحدث العظيم، وقدمت الكثير من التضحيات. قدمت شهيد وهو الشيخ علي العوكزي، هذا القائد البطل العظيم الذي لعب دورا كبيرا وكان موجها ومرشدا لكل الشباب الذين كانوا ولا يزالون يتواجدون في كل المواقع، مواقع الحرية والكرامة هنا في جبهة موريس. الشهيد علي صالح العوكزي واحد من أبرز شهداء معارك الصدرين، ارتقى شهيدا أثناء مشاركته مع أبطال المقاومة ورجال اللواء 33 مدرع لتحرير مسقط رأسه. من هذه القرية البسيطة والبيوت المتواضعة خرج البطل العوكزي، وعلى تخومها ارتقى إلى مدارج الخالدين. ترك الشهيد العوكزي 11 يتيما، أغلبهم بنات، أكبرهم أمين الذي عجز عن أن يسد مسد والده الراحل، فمن أين عساه وهو بلا وظيفة ولا مصدر دخل أن يرعى جدته وتسع أخوات، وجد نفسه ملزما بالمسؤولية عنهم، بينما هو لا يزال ينتظر التفاتة من الجهات المعنية بالفقراء والأيتام والمسؤولين عن رعاية أسر الشهداء وأطفالهم. ما فيش مساعدات وصلت لعندنا خالص، ولا وصلت لعندنا أي مساعدات، ما فيش لا ذكر بالقائمة أولا. لم تكن الأسرة مكتملة وقت تسجيلنا لهذه المادة، فقد اضطرت إحدى زوجتي الشهيد إلى النزوح مع أطفالها إلى لحج طلبا للأمان. اختارت الجدة الصمود ورفضت مفارقة أحفادها الأيتام، ولا تزال المسكينة تستجر غصة فقدها لولدها الذي كان راعيها بعد الله. فاطمة علم أم الشهيد صالح علم العوكزي، علي صالح العوكزي والأم فاطمة علم، أحرمونا من كل حاجة، أحرموني لا تدوني ابني صحيح وشقى علي، ولا تدوني الكفاء، ولا تدوني لا صغيرة ولا كبيرة، ولا من حال ولا من مال ولا من طحن ولا من سكر ولا من هذه ولا من هذه. والأراضي صباح داخل جاوعة، ما في إلا لقم عند الناس، لقمة لقمة من عند الناس، يتسجلوا على سجل، ولا كان ابني شاغل علي، لا عدموني ابني، لا تدري لا كفاية ولا صغيرة ولا كبيرة. 8 أشهر مرت على رحيل الشهيد، ولا تزال أسرته رهن الإهمال والتجاهل. بيوت أشبه ما تكون بالخرائب والمدافن، حالة مزرية ومشاهد تطفح بؤسا، وهذه الصورة تعكس الحالة فتغني عن المقال. كما تشوفون شوفوا كيف حالتنا أول، كيف عيشتنا، كيف بيوتتنا، كيف ما مش معنا الأمال بنقدر نبني داخله، مش معنا حاجة يعني تترزق منها، لا معك باص تقدر تشتغل فوق ولا معك شيء، حالتنا متعبة. والله معنا لو قال الله سبحانه وتعالى، هذه بحقهم الأرض مشعتة من هنا لما تندر
لا ما تنذري خلف الشعيب، كل واحد معاه قسم. إلا جاينا هنا سكننا هنا، قالوا اسكنوا، أمرنا قالوا عمروا، أمرنا من هؤلاء الديام الصغار 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 على حواتنا. الآن جاءوا بقول أنا الرجل عليه الرسيب دي معابوش عليه، قالوا بقى قيعوا. حالة اليتم والحرمان التي تعيشها أسرة الشهيد مؤسفة ومؤلمة، خصوصا بعد أن اجتمعت عليهم ظروف الفقر والعوز الشديد. لي 3 أيام دي 4 أيام ماني مأكل رز، والله ماني كل رز. تشكو الجدة من إهمال الجميع، سواء في القيادة الشرعية أو في قيادات المقاومة التي بادر ولدها الشهيد إلى صفوفها الأولى، بل وحشد معها شباب قريته للقيام بواجبهم الوطني. كان مع المقاومة ضحي بروحه وضحي ويتم عياله، كان مع المقاومة ضحي بروحه ومع عياله، لا بصلنا لا معيشة ولا بصلنا لجل سلم ولا بصلنا عيال شبعون ولا بصلنا لمعانا لجربة ولا علبة. أحرم إحنا من الماء، أحرم إحنا من الأكل، أحرم إحنا من البنين، أحرم إحنا من الدنيا ما فيها. لم تزرهم إلا لجنة واحدة جاءت لتسجيل الأسماء فقط ثم لم تعد. في لجنة جاءت قال شقلوا مدري إيش، شقلوا لهم أسماء وطلعوا في سراحهم ما جاءوش، يقولون إنهم لا يسلموا حقوق بكل منطقة يسلموا، وإحنا ليس نحن موجودين بهذه. قرية الصدرين كانت ولا تزال محرومة من أبسط مقومات الحياة، لذلك ورغم تعاني ورغم الصعوبات التي تمر بها إلا أنها استطاعت أن تدفع بكثير من بعدد كبير من أبنائها في جبهة موريس، ولا يزال أفرادها وأغلبهم موجودين هناك في الجبهة وفي مختلف المواقع. ورغم هذا إلا أنها تحتاج إلى لفتة إنسانية من المجتمع. عدا مشاعر الإهمال والحرمان ثمة ما يضاعف حزن الأسرة المكلومة، وهو ما تعتبره ممارسات تمييزية بين مستحقي الرعاية من قبل الجهات المعنية. نطلب من منظمة حقوق الإنسان، نطالب بالقادة، حق القادة هذه أن يدفعوا لأبناء الشهداء حقوقهم ويذكروا على أم الشهيد هذه، هي يعني يذكروا جميع حقوق للشهداء كما يذكروا للشهداء في منطقة مريس، أن يذكرون هذه جزء منهم. لا اليوم زارحين ولا مروحين علي ولا دوري لصغيرة ولا كبيرة، كان معي ابن شاقة علي من تحت من عروقه محتاج أحد، واليوم قاعد عم في الطلوب الطلوب عند النساء لقمة يدلني صباح سنك تقل يتيمة، لا من ابن سلم ولا دوري كفاية كافوني أنا وعياله اللي مصبحنا أيتام. ورغم الألم يؤكد نجل الشهيد استعدادهم لمواصلة النضال، ولن يؤثر الإهمال والتجاهل في مبدأ حبهم للوطن والدفاع عن أرضهم. ورغم هذا نحن عاد احنا مشغولين بالمقاومة، ونحن مع المقاومة، وليس معنا لا مال ولا معنا أي شيء، وماسكين وين بالمقاومة ومضحين الليل وإحنا وين في الجبهات والنهار واحنا بالمعسكرات، ولا نقدر حتى نقدر نشكى على عيالنا، ما نقدر حتى نخرج نشكى على عيالنا، ما مش معنا حتى وقت. كل جبهات نحن موجودين في معسكرات، نحن في معسكر الصدرين، يعني اخواني واولاد عمي وعمي موجود الان في داخل معسكر الصدرين، نحن في المدفعيه، نحن في الشركه، نحن في البوابه، نحن في القياده، نحن مع كل قائد، مع كل قائد ونحن موجودين، ولكن لا حد هذا ان احنا ليس ان احنا في القائمه كجزء واحد منهم، نحن ليس ان احنا هذا اسود او هذا ابيض، نحن يعني مناضلين بكل وقت، يطلبونا الى الجبهه نحن مستعدين، في المعسكرات نحن صاحيين، بكل مشاركه وفي كل نظام نحن موجودين هنا وليس ان احنا غافلين. كل ما يريده امين وغيره من ابناء الشهداء سيما المصنفين من فئة المهمشين هو شيء من الاهتمام والرعاية. بس نقول للناس هذا أن يفيقوا يشوفوا للفئة هذه، أن يفيقوا يشوفوا للفئة هذه المهمشة، يشوفوا للناس هذا الفقراء، يشوفوا للناس هذا الضباحة، يشوفوا للناس هذه دي ما فيش معه حتى قوت يوم وما فيش لا يوجد. نحن نطالب الشرعية على رأسهم وكذلك قيادة المقاومة ومنظمات المجتمع
أن يساهموا في دعم هذه الفئة بشكل عام، وكذلك في دعم أسر الشهيد وأسر الجرحى، لأنهم رغم معاناتهم ولا يزالوا يعانون، وهناك معاناة كبيرة جدا، ويحتاجون إلى وقفة جبارة من إخوانهم لكي يمارسوا أعمالهم بشكل طبيعي وكي يقفوا على أقدامهم، فهم يعانوا معاناة كبيرة جدا نتيجة الحرب التي نتيجة آثار الحرب التي خلفتها على المجتمع. تخلف الحرب كثيرا من الآلام وتتجاوزها المجتمعات الحية بأدوات العمل الاجتماعي والخيري إلى أن تتمكن من بناء مؤسسات الدولة التي تؤدي عن المجتمع واجباته ويسألها الناس عن حقوقهم، وإلى أن نصل إلى مرحلة بناء المؤسسات تبقى مسؤولية التكافل الاجتماعي معلقة على عاتق القادر من أبناء المجتمع تجاه المحتاجين منهم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالناشط الحقوقي أحمد الضحياني، لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي الناشط الحقوقي أحمد الضحياني. مرحبا بك أستاذ أحمد. مرحبا. شاهدنا قبل قليل فيلما روى جانبا من معاناة أسرة الشهيد علي صالح العوكزي الذي وهي الأسرة التي فقدت عائلها باستشهاده في معارك الشرف والبطولة والدفاع عن القيم الجمهورية لهذه البلاد. أود أن أسألك، وأنت الناشط الحقوقي المهتم بالجوانب الاجتماعية، هل لديكم إحصائية عن عدد المتضررين من هذه الحرب في مناطق موريس؟ نعم، كنا متواجدين من اليوم الأول لدخول هذه الميليشيات في غزوة المحافظة الضالع، وقد قامت مؤسسة وثاق للتوجه المدني برصد انتهاكات هذه الميليشيات من أول يوم. نعم. في هذا الجانب رصدت مؤسسة وثاق التوجه المدني أكثر من 1200 أسرة تضررت في مناطق موريس بفعل الحرب. 1200 أسرة، كم فيها من الأيتام؟ هل تهتمون بحصر الأيتام على وجه الخصوص؟ يعني ما يقارب 83 أسرة فقدت عائلها في هذه الحرب. نعم. وبالتالي أكثر من 600 أسرة في طور النزوع ونزحت من مناطقها في مناطق يعيس وسوان والقهرة ورمى وعدنة الشامي والرحبة إلى مناطق أخرى، وتفتقد هذه الأسر إلى مستلزمات الأولى الإيواء، منها 30 أسرة تعيش في الكهوف في وضع بدائي، تفتقد إلى مستلزمات الإيواء من أدوات الطهي والمأكل والمياه النظيفة والصالحة للشرب في ظل غياب للمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والجهات المختصة. هناك أيضا أكثر من 300 جريح وأكثر من 80 قتيل بفعل قصف وقنص ميليشيات الحوثي وصالح. أيضا هناك أكثر من 333 سيارة ومركبة تعرضت للقصف ومن قبل ميليشيات الحوثي وصالح في هذه المناطق. أيضا هناك 4 مرافق صحية أصبحت خارج الخدمة. يعني الوضع الإنساني في هذه المناطق وخاصة مناطق التماس هذه في موريس والعود تعيش يعني وضعا إنسانيا صعبا يزداد سوءا يوما بعد يوم. نعم. ماذا عن المؤسسات التي كانت عاملة في المنطقة، المؤسسات التنموية أو الخيرية، وهي عادة تعودنا من هذه الميليشيا أنها تستهدف أول ما تستهدف في أي منطقة هي هذه المؤسسات، إضافة إلى مؤسسات التعليم، كيف وضع هذه المؤسسات؟ هل لا زالت موجودة أم أنها كبقية المناطق تعرضت للنهب والتفجير والتدمير والملاحقة؟ منذ شنع ميليشيات الحوثي قصفها على هذه المناطق طال القصف 3 مدارس في موريس. هناك 3 مدارس تعرضت لقصف من ميليشيات الحوثي وصالح في منطقة موريس. أيضا هناك ما يقارب 350 طالبا أحرموا من مواصلة تعليمهم منذ شهر إبريل الماضي في قرى يعيس وسوان ورمة غرب موريس مديرية كاتوا بفعل استهداف الميليشيات للقرى
والطرق الموصلة إلى هذه المدارس. هؤلاء الطلاب لن يستطيعوا مواصلة تعليمهم بسبب استهداف الميليشيات لمدارسهم وللطرق التي يسلكون فيها إلى المدرسة، وأصبحوا اليوم خارج العملية التعليمية. ملايين أصبحوا خارج المنظومة التعليمية للأسف في البلاد نتيجة هذه الحرب التي شنتها هذه العصابة الإجرامية. ماذا عن المنازل في منطقتكم؟ هل تم تفجير أي من المنازل؟ ميليشيات الحوثي وصالح الأسر الشديد هي تقوم بهذه الـ 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 يعني محاولة يعني إذلال الخصوم وما إلى ذلك. قامت ميليشيات الحوثي وصالح منتصف شهر يناير الماضي بتفجير 13 منزلا تفجيرا كليا، تضرر نتيجة التفجير أكثر من 13 منزلا أخرى في مديرية دمشق. نعم. وجميع المنازل التي تم تفجيرها وتضررت 26 منزلا في مديرية دمشق بمحافظة الضالع. نعم. هل لديكم أي إحصائية عن عدد المختطفين أيضا من أبناء المنطقة في سجون الميليشيا وميليشيا الحوثي والمخلوع؟ وهل هناك تواصل يعني لإطلاق سراح هؤلاء؟ نعم، هناك مختطفين. مارست جماعة الحوثي المسلحة اختطاف المواطنين من الطرقات والأسواق، وقد رصدت مؤسسة وثاق للتوجه المدني قيام ميليشيا الحوثي باختطاف أكثر من 45 مختطفا خلال 4 أشهر. هناك يعني لجنة الأسرى والمختطفين في لجنة التهدئة حاولت أن تقوم بعض الإجراءات لإطلاق بعض المعتقلين المختطفين، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل بسبب تعنت الجانب الآخر الذي هو ميليشيات الحوثي وصالح، وما زال المختطفين مختطفون عند جماعة الحوثي المسلحة، ولا أحد يعلم في أي مكان يتم يعني اعتقالهم. ماذا عن الصليب الأحمر؟ هل تدخل الصليب الأحمر الدولي أو أي منظمة دولية بهذا الخصوص؟ كان هناك تواصل من قبل لجنة التهدئة في الوقت الماضي يعني مع الصليب الأحمر لانتشال بعض الجثث في مناطق التماس، بعض الجثث في موريس، ولكن جماعة الحوثي المسلحة رفضت أن يتم انتشال هذه الجثث، فما ذلك يعني التوسط لإطلاق المعتقلين والمختطفين. كل الجهود التي حاول يعني القيام بها الصليب الأحمر فشلت يعني بفعل تعنت جماعة الحوثيين المسلحة. نعم. لو عدنا إلى موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع وهي أسرة الشهيد علي صالح العوكزي والأسر التي تشابهها في الحالة وفي الوضع، هل هناك أي جهة خاصة من الحكومة الشرعية أو جهة تابعة للمقاومة تقوم برعاية أسر الشهداء والجرحى والمختطفين، أو تحاول تقديم مدى المساعدة لهم، أو حتى تحاول أن تدل عليهم فعلي خير؟ طبعا هناك البعض من الجمعيات المحلية وبعض فاعلي الخير، مبادرات محلية، المواد الغذائية وكسوة العيد لأبناء الشهداء والجرحى، وكلها أفعال ذاتية من أبناء المنطقة وفردية فاعلي الخير، ولا توجد كفالة أو أي معونة من جهة رسمية أو منظمات المجتمع المدني. يمكن القول أن هذه المناطق أن منظمات المجتمع المدني وهيئة الإغاثة الدولية ومنظمات الأمم المتحدة منعدمة إلا يعني بشكل كلي، ووجودها غير يعني غير ملموس في هذه المناطق. بالإضافة يوازيها هذا الجانب جانب الحكومة الشرعية ليس لها أي دور في إغاثة الجرحى أو في إغاثة الشهداء في هذه المناطق. يعني هناك منظمة أطباء بلا حدود تقوم في مستشفى السلام في مدينة عتبة، تقوم بإجراءات يمكن وصفها بالطفيفة في معالجة الجرحى في أكثر من وقت. إذن تقييمك للعمل الإغاثي بأنه متدني، هكذا أفهم؟ نعم. لا يوجد محاولات منكم للفت أنظار بقية المنظمات إلى ما تعاني هذه المنطقة وما فيها من مآس خلفتها الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع؟ طبعا نحن نقوم برصد الوضع الانساني شهريا في هذه المناطق، وقمنا باعداد
تقرير سنوي يتناول الوضع الإنساني بمحافظة الضالع والانتهاكات بشكل عام، ونرفع هذه التقارير إلى الجهات المختصة والمنظمات الدولية لنفس الوضع الإنساني للالتفات للوضع الإنساني في هذه المناطق. الوضع الإنساني في هذه المناطق يعني جميع الأحياء والقرى الواقعة في مناطق الصراع تضررت من الحرب بشكل كلي. أصبح هناك أكثر من 12 قرية في هذه المناطق شبه محاصرة. المواطنين يفتقدوا ممتلكاتهم، مزارعهم أصبحت يابسة، لا يستطيعون الذهاب لممارسة عملهم، يعني الدخل الرئيسي لهم أصبح مفقود، يعيشون الآن على المعونات، على المساعدات، على ذوي القربى، هكذا هو الموجود الآن. حتى الأسواق وما في حكمها تعرض أيضا للخراب والدمار ويعني انقطاع الأعمال فيها. الأسواق التي كانت يعني شغلها يعتمد على مصادر الدخل الرئيسية لهذه السكان أصبحت يعني قل الأسواق فيها، فمثلا أغلب النازحين لم يستطيعوا العودة إلى أماكنهم الأصلية، وبالتالي فقدوا ممتلكاتهم ومصادر دخلهم ومزارعهم، أتلفت وصارت يابسة والتي عليها يتقون وهي مصادر رزقهم، وبالتالي ذلك انعكس على الأسواق وصارت السلع مرتفعة، يتزامن ذلك مع انعدام وفقدان لمصادر الدخل. أخ أحمد، هل لديك أي رسالة يمكن أن توجهها من خلال برنامج لست وحدك للمسؤولين سواء في الحكومة أو في المنظمات الدولية؟ نحن نبعث رسالة من هذه المناطق، هذه المناطق جبهة الصد لمحافظة الجنوب بأكمل مناطق موريس والعود، نبعث هذه الرسالة إلى الجهات المختصة، ونخص بالذكر الرئيس الشرعي عبد الرب منصور هادي والحكومة الشرعية برئاسة أحمد عبيد من دغر، الالتفات إلى هذه الجبهة التي صارت جبهة قوية والذي أهلها يعني أهلها يتضررون بشكل يومي، وعلى مدار الساعة هناك قرى محاصرة، يلتفتوا لهذه الجبهات، وهذه الجبهات بحاجة، والسكان هؤلاء بحاجة إلى غذاء، إلى ترتيب وضعهم الإنساني. أيضا نبعث رسالة إلى المنظمات الدولية وإلى مركز الملك سلمان، هذه المناطق لم تصلها الإغاثة الدولية، تصل الإغاثة الدولية إلى مناطق ووجهات لا علاقة لها بالحرب في محافظة الضالع. نحن ندعو للالتفات إلى هذه الأربع المديريات التي أصبحت بين نارين، يعني بين نار الحوثي وبين نار الحصار. نحن ندعو كل الجهات المختصة والحكومة الشرعية والمسؤولين المحليين إلى النزول إلى هذه المناطق لمشاهدة الوضع الإنساني يعني بأعينهم دون أن ترفع لهم تقارير مكتوبة قد تكون يعني غير صائبة. نعم، الناشط الحقوقي أحمد الضحياني كنت معنا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، مادة نذهب لمشاهدتها ثم نعود. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا بكم مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. علي صالح العوكزي، تمرست، في أمان الله.